نعم، هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة الأمكنة التي مر بها الأنبياء أو جلسوا فيها أو صلوا فيها، هل تقصد بعدهم اقتداء بهم؟ فيقال الجواب عن ذلك ما قصدوه من أجل التشريع فإنه يقصد، فالأمكنة التي قصدها الأنبياء من أجل التشريع لأممهم هذه تقصد، كقصد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وكذلك الصلاة عند مقام إبراهيم الذي قال الله جل وعلا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى عنده النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية بعد طوافه. فما قصده الأنبياء من أجل التشريع لمن بعدهم فإنه يقصد، يعني لحمل أممهم على فعله. أي نعم، فإنه تقصد هذه البقاع التي قصدوها لأجل التشريع والاقتداء بهم فيها، فإنها أماكن مباركة. وأما ما فعلوه اتفاقا، أما ما فعلوه اتفاقا من غير قصد، يعني أدركتهم الصلاة فصلوا في هذا المكان، أو أرادوا أن يستريحوا فاستراحوا في هذا المكان من غير قصد وإنما هو اتفاق، فهذا لا يقصد من بعدهم. واتخاذه مكانا للعبادة يكون من البدع، لأنهم لم يشرعوا لنا ذلك، وإنما فعلوا هذا اتفاقا فقط. نعم.